هدي قفكا بلا شو صومالي انا هين اسوغو ستي انتو سن مرايكن كا ايمان كور لغو هلو ترحيل كليا ما هاني وانا دمبيلي تاسا دبا جوكت دمبيلانا واتهي ترحيلنا واتهي لكن قفكا ماركيس باسبور صومالي شرع الدرق كسو غلاي دالكا دربي كسو بودي اما الدولاد ويدين كرتا قحوتي نمدي سوى اقباليسا اما وي برين كرتا او وي ترحيلي كرتا دادك قحوتي نمدي الدولاد مرايكن كا يدو سوى قادتاي مغن قليا سيساي حريه كينيا حريه اتوبيا حريه يوغاندا اي كسو قادتاينا حدي باسبور حدي باسبور ودنك لغا سو قادي دل شديسي آني هاي سنين وحدن بيه مالي وح شرعي الله قال نقونا هنا مجو لكن ضد وحاجرا ليري ودماذا لغا سو قادي انتان لسو قادي كهر باسبورة هايستي قاركود يغو ماركي سماشا سي باسبورة كهايستا لو تريغا اما لانك قحوتي نمدا حرايستي او سيداس لغو سو قادي ضد كاسي والا فقايا marka arintu way culus tahay 90% marka Soomaalida hadii dabagal lagu sameeyo waxa la yiri way iskhilaafsan yihiin waxay u badan yihiin dad Mareykanka dadka macnaheedu uu ka soo qaatay Kenya, Ethiopia, Uganda meelahan ay u badbadan yihiin la yiri marka Soomaali badan oo waxa ku jirta la yiri baasaboorro ka qaadatay wadamadaasi iyo kuwa kale markii sharciiga Mareykanka ay ku dhoofi karaan ama dhalashada waxa doontaa check معني يجو معني هايستا روفي ومارك يسي معني باسبورة كلا نسيقاتي انكستو شرعي قدونك او قرايو هدي سيتيزن آتهاي ان لابا باسبور او غيران آت قادن كرتيد لابا دلاشا قادن كرتيد اي حرطهاي لكن وحال اسكو هايستو حوي ادوغو مركاد نو ايمان يسي ما ودد توسن با نوغو تيمادي ميسا ودد قلو عن هدي مركاد نو ايمان يسي ادو صومالي meel kale aan ka soo qaadanay Kenya aan ka soo qaadanay Uganda Ethiopia Burundi meesha rabtid dhe aan ka soo qaadanay adoo Soomaali ah oo dhalasho wadan kale oo dawladdi ka jirta aanan ka soo qaadanin dhibaato ma jirto ama qaxootinimo hayso ama nationality hayso adigu dhib ma qabtid waay laakiin inta dadka aanan soo qaadanin kuwa aan soo qaadanay nafsadooda كو ان سو قادناي نفسدودا انت اينن سو قادنين لان مسق ماسو قاد جرا سدا اي امين سيهين ددك مساكينتا اه جانس اوما ودا هلان دوفك نفسديسي كو ولدان او غريها كو جرو باسبورو قاطو دوكاما هيستا ايا كامكا اسقورا معني ساسنا كو سو بخا حسابا نو عاسا يمادي ماركا مرايكنكا و خو مرايا وددي جرملكا بليف اور نوت حدي مرايكنكا ودداسي او مرانا يوروب ودا لو فري مريكان هدو مانتا نيكي رير يوروب يغونا وي كوداي سدان مريكان هدو انت اوجيستا يغونا وي اوجيستان واد اوكتين تاسي ما ايدن كاغاشي كايناي ماركا ارينتا وي قسنتهاي دالكا مريكانكا وحا جيرا داد قحوتي يغونا سيدا ماركايس مالتا يو ميلا لاميد اه جسيرا دهاسي او يوروب تكاترسن لغا سو قاداي داد كاسي وي توسيين وحودا محايالاي دولد يدا اما سويدنا سو قادتو اما امريكا سو قادتو اما استراليا سو قادتو ددكاسي دولد يدا ميشا اوغو تكتاي قحوتي نما ايغو حرا قحوتي كجرا ايه كسو قادتاي ايغو دلاشا هستما سو قادنين قحوتي نما ايغو سو قادتاي مرايكن كي كينستاي باسبور هقاتو قحوتي نما هلا سيو ددكاسي وحودو وار ريغل qofkii baasaboor wadan saddexaad aan haysanin kan dalkiisu waa okay laakiin wad Soomaali ba sheegatay Kenya baasaboor ka haysta hadda Yurubtan aan joogno Soomaali Kenyaanka wuxuu sheegtaa Soomaalida kale Muqdisho wuxuu u sheeganaya hadda wadankaaga macni Kenya waa yeelay dawladda ka jirta sababta aad u timaaday hadii political asylum aadan sheeganaynin waa iska imaaday ma shaqeynayso Soomaali Ethiopian la kadalika marka dadka seel ugu daba galaya aniga ma ogi laakiin dawladda Mareykanka way galgal badan tahay dad inay ka badbaadaan waa laga yaabaa
سيدا قرشاه أوديجان إلهي إنه صندهن ولا جايبا لكن قرشاه هدا يلا واسداسي ضد كان ستيزن كهيستا والدولة المريكان ك معنيه يمادي أما أي سواق عادي أي حتى معني دبجل والربا دونالد ترامب إنه كسميه قد بدي ماسيف أن لأرك ترحيل أن لأرك وكرنا بين ربا سومالي دنا وقوة وقش قشاد بدن دب مارين تبدن وايو يريبا ليري واي دب هذا الكمركة ماشى معني أرنت إتاجنتهاي وحيقول صور دعاء هذا الكي إلهان إلهان هذا الكي إذا كفتنا نوم ليناي هدي دونالد ترامب لدورته أنا حتى دمبيش يدوا وتأمرك إلا ده هاي يد حقيقة شيء جيسا وأيو حتى الدولة المرايكة كعدي معني أقذفتي وهذا معني قلدان كل هذي أيام ده بقول كوسا ما ينينا أيام محكمة لا تيكسنا ينا شرعية معني إن لقى قادان إسكو ضي ينا أرين كاسي إلهان أو كونغرس كجرته أيام معني حتى عبدي سي مركا يعني دونالد ترامب قرشيه سي أن لسه وداعي هذا قحطيك واسداسي معناه يقولون إننا إذا عبسي قليو إنك استوى ضلك فدرال ويهي فدرال ما أركيس هدوية هي قبل الله قار وحي أودي كران إن إدهان ما أركيس معنيه قحطيك النوجوجا وحول الله باري مايو فايل كود أنا جاهينا أنا جو بقول كيف إنت أصلا عشور دولة ده حسينا إنكمك سداسي أوجد ده كان أنا جا إياه شرعية سيني أنا جا معنيه جرنتية جريني هدا إدهان وأود فدراليزم ك ويدعي كرتا قبل هذا قار إن يكون دودان شرعيا وين يكون دودي كران تصال يعني هذا ودن كسويسر لنا نجوجا كون فدرال وانا فدرال منه ما أرك يسمع عنه تولد برلمان كذا نك تولد ولا شيء بقى بوليس كنك عصا دولة الدحى وحبال يسكون درس تولد برل معنيه قبل كبرلمان ولا يهي دولة الدحى ضد بيقدر سدان دولة الدحى مقص بكرتو قبل ك قبل كنا مقص بكرة تولد وكون فدرال معنيه وضع ودر أقل هي هي وكويا لي إيل بيكون الشقيان هدين القحطية تولد أوجوجو معركة يس أي ديدو تولد أسي فدرال كمسن دولين كرو سيدو كلام معركة يس شرع قصب مهان هدي تولد أي ترى دقف كان أنا جا شرع سيني فدرال كو تحقلين أيه هرتا معركة يس فدرال كي يكون فدرال ك سيدا سلوجو كلا نوريا هذا أمريكان كوا فدرال ما إنك استوى معني مدحويني يسوى ود بديها هذانا فدرال كو أودي كرا قبل كاسي إنه يراد قف كان ماركة يس سقو نيجاتيف لسيجي النجا أيا أباهم ويبد بهدين كران قبل هذا قار سداسي إنه يكون دقا كان possible أما دونالد ترامب معنيه ماركة يس إي جروب كيسي كواحدة أوديسن أرنتان إنه يدبا جلان واسداسي أقو قفل بقف كيسان الله أدري سومالي دي إيادا إسجاتوسي إيادا لإسكدبا جين ونما يو إنتاسان ربعينا إذن لو داقو معنيه عبسي قلين ماهن هذه جرمل كأي صباحان قليهان معني فار رايتيس كنا وإذن صحيحان تهي حسن شيخ محمود already هو فرميي ديارضها حتى معني محكمة إسكدبوريك مان ويبلابايان توسي وبلابايان ما أركيسي معني أرينتا مركا ولا ليال إن شاء الله تعالى سيد عبد الرحمن أو مرايكن كدقن أو شرعية دا مرايكن كان آد ويقان أيان شعليستي إن ما أركيسي أنسود ويو سيد عبد الرحمن وسوق بصن دونا بإذن الله باري هدو تشوغو ما أرك يسوي حبون نوشر رحي دونا إساقنا ما دائما دالك مرايكن شرعية دي سأد ويقانو إنك ستو يوروبيا مرايكن شرعية دي سكدب الدوين هدنا معنيه قفك ماشا سيجوغا وحنا كو برتاي جامعات كاقبحي إنتا سكونا ولا صدن صنو معنيه ونو غفر دودو مي سيد عبد الرحمن وسودو وينينا سيد عبد الرحمن وسودو من مقليسا وحير إيكال سيد عبد الرحمن وحان اسكو داي دونا إنان كوكو حيرو استوديا هدي إلهي وكرال نغضو وحير إيدو الغاضو بإذن الله باري أدو كجرة وحير سيد عبد الرحمن ولا ليال وانكو حيري دونا بإذن الله باري استوديا I don't know if there is a problem active سيد عبد الرحمن من مقشا سيفي عنا كو مغلانو واي سيد عبد الرحمن أرينتا ماركا يسا مرايك انتا محان نو شاي كرتا أرينتا معني سيدا ايتهاي سيدا دادك اي مودان ويكدو انتهاي ترام بروبوسل كووتو السلام عليكم معلمكم سلام عليكم خيرتك علي أرنتنا نيو وقاد بيو عكرنت هاي وهذه شرح دونا وان دينك الفافطاهين دونا السيدة عد حتى وربحنتنا انسين دونا إذا عدن فيه وذي كبيري دونتان واي وحان دين شيوك دونا نوو قنت ايه السلكة ايه وحان رنتنا كفر دي دو هاي وامركا كو بادي نينك ترام بلدهو مان دايد بالسيي نمنك بودن كي إليد كاها إليد مركان كلاها ورونين غلاس تاجرين تا جرنالا دي رقصر سره dadkii maaragtay amerikaanka waweynaha
يعني كان سيي مركا نين كان نساعدو كهي مركي هوري ويمان جري لغو كون يتطوي طوان كي آذن وواكي كسمي مسلم بان إن واحد مسلم مريكي يمادو مركا حدنا مسلم بان كي أو يلمعلها ليين مسلم بان لغم منوعي إن دي مريكي كسو قران أو دياردي هي نمانك إمارات كالردو نمانك خداري كالردو سعود إيرلان لردو إير جوردان لردو عربتان دياردو مريكي كآذ لعك بدن قلية waaki ay khatar ku noqotay waaki u yeeran isaga oo dhawn nimaal adu wixaa soo dhan hadda wuxuu ka sii daray wuxuu rabaa in waxa muslimka la tarxiilo macnaha dadkan iyo inoo mexican adiga mexican ka badanaa iyo dadkan latin america la dhaho waa dad dambiyeeyaal gangs sida gangs kan oo dad badan ee hadii la ku riyeen la dhaho MS-13 oo kale marka maxaa keenay hadda waxa keenay ninkan markuu soo noqdo horta waxaad ogaataa galbeedku waa hal siyaasad jarmalka ingiriiska فرانسيسكا مريكانكا واسكو سياسة وحالا ليه رأيه زانيست استيج وين الوقتان وانا دقال كلابا دادك اسكو ميتكا ها نيكي نازيكا ها هيلدركا ها داد حسوقا ها جيبيي مركا وحاد عدين مركا immigration policy قادانو نغنو لحدن كسنة مريكان لصور دافي liberal immigration بوها عاما ها جيريد فرفوران او دي دادك نيوا ورشدي هادونك وحا صوردن ماركتي وحي دوني شغالة جبن wadanna wadanku mareekanka dheer yahay ayay ka jecel yihiin inay dadka ka insadaan waayo ma doonayaan in lacagtoodu xadka ka talooday waxa soo dhan waa siyaasad dheer marka waxa weeye Trump markuu yimid waxa macnaha marka hadda la doortay waxa socda dagaalkii qasay iyo dagaalka falastiiniinta nimanka Israa'iil Israa'iil galbeedka waa lagu fashilay politically siyaasadda lagu jabiyay waa shireen waxaan maxaa waxaan noo waxaan yiraahdeen waxaan noo waxaan muslimka Yurub gaar ahaan galbeedka iyo mareekanka iyo Kanada soo galay aan shaqo ka qabanno oo waa kuwan kale ee maareeyay xisbiga dimuqraadiga oo iyaga nimanka kale u badan iyaguna immigration ee taageersanay oo de muslimka alliance leeyeen saaxiibey leeyeen xuluf leeyeen kadib marka waxa isku wada raaceen in Trump xoog la siiyo muslimka la xasuuqo waxay macnaha laga saaraan dhahay macnaha wadanka la xasuuqo ma aheyn wadanka laga saaro maadaama ay fashileen oo dadkii Mareykanka hadduu ay ku run yahay ay bedeleen oo siyaasadii bedeleen oo Mareykanka horkeen waxa aad ogaataa Israa'iil ugu xanteedu Mareykanka ay taala iyo galbeedka sidaa dirtay Trump la keenay Trump bana marka wuxuu ka bilaabayaa dadkaas asa Soomaaliduna waa dad kamid dadkaas mid kale diinta Islaamka ayaa galbeedka aad iyo aad ugu fidaysa lamana rabo diinta Islaamka inuu ku fido oo Mareykanka saas oo kale bariyahan oo dhan waxa ilaahay shariicadii baan qabsatay inuu galbeedku aad joogtaan waana been meel sharaaca ka shaqeysa ma jirtay marka ilhaan oo kale oo laga soo doortay ilhaan cumar oo laga soo doortay gobolka Minnesota saad ogtiin iyo gabar kale oo American Palestinian oo la yiraahdo Rashida Talib oo laga soo doorto state ka ama gobolka Michigan maadaama magaalada state ka Michigan gaar ahaan magaalada maaragtay Dearborn la yiraahdo oo Detroit banaankeeda ay arab badan degan tahay aad u fara badan ilaa dagaalka labaad bay socdeen nimanka yamanta u badan saddex milyan ba arabadu waa ilaa 2 milyan ba degan marka labada haween waxa waaye kongreska mareykanka way bedeleen college waa macnaha fikirkooda ay soo hadlaan u sheegaya waxa yiraahdeen college ardaydii ma naga horkeeneen oo ardayda mareykanka oo dhan intee falastiin bay noqdeen waxa soo dhan muslimkii dhibaato noo keenay si aad dirtid waa inaan celinno marka hadalkii ilaahan cumar ee qayb campaign kamid u ahaa hase yeeshee iyadu personal problem waxa jira in nimankan conservative-ka ama republican-ka ama dadkan maaragtay maylka adag oo xaq jirka ay ku eedeen jireen oo ah walaalkeed bay guursatay iyo waxyaabo noocaas ah sharci darro ku heshay iyo aabaheed lama yaqaan iyo dhowr aabay kala duwan bay sheegtay waa say raadiyashooda ka sheegi jireen gabadhan waa daba socdeen in waqti dheer ah marka haddana labada aqal ee Mareykanka aqalka hooseeya oo House of Representatives la yiraahdo ama golaha maarekmaan aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka waa mudanayaasha weeye waxa weeye Republican-ka qabsaday ama xisbiga jamhuuriga qabsaday sanadkan waan u maleynayaa qabsan doona marka horena maxkamadda sare ee Mareykanka waxa weeye waa 9 xubin 5 iyo 4 bay kala yihiin 5 waa Republican 4 waa Demokraadi marka aqalkii cadaana hadda Republican baa qabsanay marka January 2020-keeda sanadka soo socda saddexdii branch ama saddexdii qaybood ee dawladda US government uu ay u qaybsanayd waana saddex si dhaba u tartama oo balance fiican isku sameeyo isku dheelitiran saddexdii Republican baa qabsaday Mareykankana kama dhicin in hal xisbi uu saddexda qabsado ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida sida darteed madaxweynaha waxa weeye sharciga Congress-ka uu qori
هدول الكورونا هي يسقون السياحين وهور الجريو شرع جمريك كم ما مال جمرو إلا من الحين والسياح كل فتوى أما وفيتو صار أما هو قرادو بركة شرعي مسلم كحاقدة كونغرس كربي بكان كقري سديلهان وكل نفتي قديم الصوحرو وحين ربان بيسوين كران من الحين والسياحي محكمة دي اللي سكولة تجي لها يونانسي سوبرم كورت وفدرال كورت قاعد واشد دي سي فديدي يجي ربي بكان كبا يستوصى قال يشن عضى عضى القاضي إسلام هذا الكذا أنا حسي هدي ريبابليكان ترامب او صبح وحي دهدي او جمهوري ديمقراطي او لوميو وح كو دفاعي مال هدا سو غلو تاي هادلكاسي وين هادي ها 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 سو غلو سو غلو يدا لسكو ما وهايا تا يدا وح لسكو هيا ددكي ايغو كينين ودنكا سو غلو تا دا تاي تا دي نصيب كاغي مارك ديلا وحو كا قرون باد ليداي مارك ما دهان سدخدي برانج دولتو هيساتو وح لا وح روان بييلي كران مارك ما حد دي كار مارك arintan marka Soomaalida baasaboorada kala haystay dad kale ajnabiga baasaboorka haysta waxaa dhacday laba arimood ba jira marka laba arimood ba jira arinta koodu waxa way nin Soomaali si juu yahay gaar ahaan ku dhacday asiga ninka tagay wuxuu yiraahdo anagoo maaragtay kumanaana oo Soomaali Kenyaana ayaanu qaxootiga isku soo dhiibnay inaannu Soomaali nahay Soomaali Kenyaan baan idaa haddu ka yiri wuxuu yiri Soomaali Kenyaanti baanahay waxa isku soo dhiibnay inaannu hay Soomaali refugee oo jamhuuriyad Soomaali ka yimid waa arintii qaraxa keentay marka already waxa la ogolay dawladda Mareykanka waxay bilowday dadkii applicationada la fiirinaya qofku yiraahdo luqadda Sawaaxiligan ku hadlaa waa automatic saasa taas waa mid oo inkaar qabahaas wuxuu yiri waan dhaqan mid kana kan mid kana kan dadkan si ugu waa dad dhiban Mareykanka waa dadka inta badan waxada macnaha waa dad dhibaato badan waa dad aad iyo aad u dhibban si joogan waa intay lacag haabsadaan luqadda ingiriiska Soomaalida ugu horeeyaan iyagu jid dheer soo maraan ayay markii wadanka cararaan marka deeciidana madoomadaba gasho marka niyo ninkaas Soomaalida galaaftay hase yeeshee dadkii Soomaalida marka lagu noqdo aadana ma wixii ka horeeyay waxa la dhaho e passport oo uu sameeyay ninkii buusha 2010 waxaad ogaataa boolisiga 2010 buusha wuxuu ahantay muslim dibaatayn ta muslim kooha kana waardigiisii isaga ogaada Donald Trump dimuqraadi buu aan jiray laakiin waa loo balan qaaday lacag baa loo balan qaaday darajo loo balan qaaday shaatigu bedeshay 2012kii markay ahayd marka wixii Soomaalida 2010 ka horay ee passport aan lahayn oo passportkeena hore ee maareeyay baalal weyn loo rajiray waxa soo kale qiimo malahan laguma soo heli karo hadii aan faal laga ahayn hadii digital fingerprint aan ku jiro ana dadka passport kala aan sheegaya een hase yeeshee age kan fingerprint ga la qaado hadii passport dibada la lahayd ilaahum waxaan Soomaali ahay Soomaali oo tusheen Soomaa maasha muhiimka waa taas marka hadaan isugu iimaanay Sheikh Cabdiraxmaan qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ka yimaaday oo passport Kenyaati ah khaatay oo fara laga qaaday dabcan fara laga qaadaa qofka markuu passport Kenyaati qaadanayo age kan dawladda Mareykanka ama Itoobiya ka qaatay ama marka kadib qaxootinimo xareystay oo Mareykanka uu sidaa ku qaaday sidee ku soo heli karaan Mareykanka aadana waxay ku soo heli karaan wadan walba oo dunida saddexaad system ka migration ka passport ka Soomaaliga scanner ka sala kor marinayo dhid leeyahay system ka Mareykan baagii secretary hore ee homeland security oo loorin jiray Jeertof oo Mareykanka oo covid yaraha ayaa system ka ka gaday iyagii baaladan scanner ka dadka dhexmaraan ay ku sheegay waxaad jirkaaga saa isku galbareysan jirrig jirrig siinaya labada dhinac ka maraya marka airportada systemka yaal oo dhan ee passportada lagu qaatay wadamada dunida saxada Kenya Soomaaliya Ethiopia Djibouti soo iyo Carabaha waxa waaye digitalkaas database bay leeyihiin database kaas all the need Mareykanku database kii bay soo qaadanayaan qofkii ka shaqsanaa in fingerprintskii bay ayay raangareenayaan ama ay debut againstii macnaha database bay gelin ten kadib ma jibaayman haduu dhaarada qof hore ugu jiro passport laha iyo Mareykanka marka passport lagu siinayo oo green card ka qaadanayso faraha laga qaadaya farahi marka laga qaado labadii faro uu ku soo baxayaa marka qofku hadii weeso geeyo Soomaalida hadii saas ahayd dadka Soomaaliyeen soo mataqaanid waa inaad dadaashid boosilaarisid laakiin dadkii madaxdoodu ka weyntahay san u maleeynaa deegaan macnaha konta sano kor weey 20 sano kor haduu passport ama qofkii passportada hore baalal weyna loon jiray wadanka sood ka qaadatay xaaladaad ma fiicna laakiin anigu lawyer ma ihi laakiin al sharci talaan siinay Soomaalida waxa weeye ha hadlin waxa aan lagu weydiinaa ka jawaabin hadii lagu yimaado ha hadlin lawyer qabso waxaad tiraahdaa garyaqaankayga la hadla arwid lama hadlayo waa kaas
هذول يقولون يوحان سؤال الويدين ما هو البعدية تكتب بوليس يمحكمة يوح يعني بوليس تكتب أما كود من بارياشا وحان الويدين هك جوابين تسوامين ماجريشن كهذا ويا أمريكا دولة فدرالية كونترولشة حصية شيء واحد جري است مقالين كوابين الديمقراطية تليان سيدا مينيابوليس شيكاغو لوس أنجلوس نيويورك واحد جري واحد نو سانكشواري سيتي أما مجانجلية دي مجالة ده وردت كأماركتي undocumented بيدهان تد كتير بيكسو جودي مجالة ده هل كاسة تجان ميلا شلتر يكو حريصين وكشقة تجان دول معناها دو city government هي كسادو بنوش يكتعيا وضد ميل جيسة مركا إيشي سكو حيا إن فدرالكو أي صندت كحوج استبعال كريم لكن هدي أي مر لا كهلان أما يبارك كهلان أما يجو جد كمجالة جاري وطعم وحصمين يعطيه هلان إد كقفصان اسمالان مركا ice ball نع بوليس كاس مريكن كا ice نو حكتي من إريجا معنا عن وحوي immigration law enforcement وكلوي معناها مركا وأنا قوة ضد كسوم مستعفورية وأنا عيدا كهو هذا جودها مريكن بوليس كمريكن دافع وحماة فيد وادم بيه وحشقة كمان غير كون ice ball نع homeland security وسطان وبوليس كهو قوقن مركا يجا وحير هوا مسمين كران مركا dadkaas waa dadkii maaragtay een saasaha lagu shigsan yahay laakiin dadka darbiga ka soo booday hadii aan sharci la siin wali ama aan gelin kar la siin ama aan la qaabilin iyaga waqtiga kullubin maayaan macnaha ma passport ba lahaan jirtiin waxa san lahaan jirtay wax yeelayaan een tayseer raban bay ka yeeli tiyaarad bay ku guri Trump baa uu sameeyay 2017 kii aanu ciyaal badan baan qaalay magaalada joogay waa la haaqay xamar baa lagu daadiyay marka hadii laakiin ay sharci haystaan oo passportka Mareykanka saaqaatay darbiga hore u soo boodeen waxa suuragal ah in farahoodi iyo sawirkoodi database gaas la raangareeyo oo la fiiriyo inay ku jiraan marka hadii qofkii aan ku jirin waa caadi laakiin midda ugu daran hadda waxa weeye dadka markayse ay soo qaateen nafsadooda dawladdu dadkii ay soo qaadatay oo kaamamka macnaheedu sida Kenya iyo Ethiopia meelahaas ay ka soo qaadatay ayaa bal leeyahay haddii baasaboor wadan dawlad ka jirta oo lahaa Soomaalina uu sheegtay taasi waa la dabagali karaa tan ugu daran waa midaas sidee looga badbaadi karaa tan taas horta waa laga yaabaa inay ka daba tagaan de waxa weeye haddii dhibaato ku soo gaadho qofka Soomaaliga oo fiir in badan baa dugida jambal ku soo maray aan waan wax waligaa dhigi jiray waxa dhigi jiray lama huraan cawska jiilal waa gurigiina marka hadii ad baasaboorka soo qaadatay oo liba HKN ee baasaboortiga aan adigu haalin baasaboor baa lahayd waxba hadhin waxaan lagu diinay ka jawaab laakiin hadii aad soo qaadatay oo suugtay oo saatay macnaha haysgeen adigu waxba haus aan waxba haalin suugintay ku yimaadaan hadii aan maalagtay dadkan badan aan aadanu la baaraa waa dadka dambiyada gala filimada Mareykanka hadii aad qof iska shaqaysato oo low profile tahay low profile oo fahmiisan qof iska shaqayr shaqar yar oo dibi waxba lahayd ku baad baari maayaan hata looyero fiican ku dafaadeeri hadii wax lagu keenkeeno laakiin balaayid waxa weeye marka aad maaragtay aan adoo wax ka mugdiyahay aad hay profile noqoto bilmatan aad gabadhan ilaar oo gale waa geesiyad sharaf bay leedahay Trump hadduu weeraro dagaal ba Mareykanka ka dhici doona dimuqraadi waa daagirsan yihiin Soomaaliduna xoog weyn meen soo ku leedahay meesha dhibaato ka dhici doonta laakiin waxaad ogaataa adaru inka Trump la dhaho waxa loo soo diray inuu subcadii Mareykanka la dego in Mareykanka uu isku diro inuu Mareykanka super power ka qaado wallahi wa billahi waxa la idin sheegay waa run ninkani Mareykanka wuxuu rabaa inuu ka dhigo dunida saddexaad uuna bilaabeyba marka kan ay sumcad iyo waxaan ma kala jecla waa ku heshiiyeen systemkan in Mareykanka systemkiis downgrade laga dhigo oo hoos loo dhigo markaan waxaan u maleynayaa dhibaato ugu horeysa labada gabdhood ee muslimka ayay ku dhici doonaan gaar ahaan gabadhan heeyaan luqadad bay u qabaan waayo waa gabadhii ugu horeysay ee xijaab ku fariisatay kongreska Mareykanka waxa jiray nin madawga oo la dhaw aan la yiraahdo jiraakiid Ellison oo hadda meel soo taxay laaliyeeda oo kursigeedu ku fadhii jiray iyada intayna Congress woman noqon inkaas muslim buu ahaa laakiin waa iska muslim balaag Ameerikaanka Nation of Islam baa la dhahaa diinta iska dhaqan ahaan bay u haystaan laakiin alliis ninkaas waa taafay laakiin adoon balaag Ameerikaan la yiraahdo abaabkiisi laakiin ilhaan iyadu xijaabkeeda gashatay meesha ku fariisatay way laandheereysay sax anaguna ku taageernay hadda waxay tiri sharciyada Mareykanka ay yiri macnaha qofna diinta laguma fuuqo karo maxaa diinta lagu fuuqo qaysan marka niyow meeshan nimanka Netanyahu iyo xisbiga Israa'iil ee la dhaho Likud ya meesha soo galay uga Soomaaliya weena difaantan Likud wuxuu yahay kuwa dijaas muslimka iyo carab naceb waxayna aaminsan in nimanka Israa'iil hadda ogtiin adduunki baa ku ceebobeen darrada ugu dambeysay tiimkoodii kubadda cagta
maareeyay adduunka ku run yahay ka ciyaaraya Amsterdam waad ogtiin wixii ku dhacay suuqa lagu garaacay dharka laga dhigay qiyaamaha waxay noqotay Netanyahu inuu diyaarad u diro oo la soo qaxiyo marka guldarada diblomaasiyad iyo siyaasad iyo maareeyay iyo shacab iyo arimaha bulshada nimanka ku dhacday yaa waxay weerarsanayeen muslimka marka waxay go'aansanayaan hadda ugu waad garabkooda bixda ugu la muslimka keenay si cadaan ku xumeeyaan laakiin hadda cadaanka ma yelka adka ogowda horena waan ku sheegay nimanka cadaanka far right ka dhamaantood waa covid yar madaxdoodu cadaan iska dhigaya qorsheen wuxuu yahay dadka muslimka la qaxiyo marka hadii loo diyaar garoobo shariic khayr ba Soomaali wax la kulantaan laakiin Europe hadii Mareykan talaabadaas uu ku dhaqaaqo iyaguna ma ku daysan doonaan ha Europe meel kasto oo xisbiga far right ka ama kuwan mailka adag ama xajirku ay ka taliyaan waa covid right waa isku xiran yihiin hase yeeshee meelaha muslimku wuxuu ku leeyahay waxa kamid ah maareeyay Hindiya oo kala kamid ah haduu la kuuroon yahay waxa adigu wadamadan Scandinavian ka qaar baa marka laga reebo Denmark oo iyagu aantay muslima waa nimanka Denmark dadka Danish oo waxa laga dhaadhiciyay inay tihiin qabiil kamid qabiiladii reer Britain